أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول قلتم إن ما يسمى في الجمعية الآن قرض أرض مسروق بقرض وبيعتين في بيعة، أرجو توضيح ذلك. ما في هوضة من هذا، أرض مسروق بقرض يعني لو لم تقرضوه لم تقرضوه، وبيعة في البيع تقرض من شرطة القرض، والقرض بيع نوع من البيع لأنه بادع